طيب، كتير مخرجين بيقولوا الايام دي ان احنا بنعيش فتره فيها ازمه ورقه، هل احنا فعلا عندنا ازمه في كتابه السيناريو؟ اكيد عندنا ازمه. اه طبعا طبعا طبعا. اولا احنا مشكلتنا الكبرى ان احنا بقينا ننقل. يعني اصبح هناك كتاب سيناريو بياخدوا الفيلم الاجنبي ينقلوه بجمله بدون معالجه، حتى بدون معالجه، بدون انه ما يخشش حتى يغير خط. ومخرجين هم بيدافعوا عن وجهه النظر دي بانه انا يعني قاصد ان انا اعمل ده، انا مش داخل اعدي فيه. لا 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 لا، اولا هو ما فيش موهبه في الكتابه فبيروح ينقل، بيستسهل يعني. وكذلك مع المخرج. لان السيناريست لما هيجيب لي فيلم متصور هخرجه بنفس الطريقه اللي معمول بيها، فلازم تشوف الفيلم عامل ازاي. فالمخرج والسيناريست بيجيبوا الفيلم الاجنبي ده يكتبه وده يخرجه بنفس الطريقه، بصرف النظر الفيلم ده انت هتقدر تدخل فيه ايه. ما احنا طول عمر السينما المصريه بتاخد من الاجنبي، ومصرنا افلام كتير، وكان التمصير احيانا بيبقى احلى من الفيلم الاجنبي. يعني لما تشوف حضرتك فيلم البحث عن فضيحه الاصل الامريكي بتاعه اللي هي مرشد الرجل المتزوج، المصري احلى منه كتير. لما تشوف فيلم زهرة الصبار وتشوف نص ساعه جواز تلاقي المصري احسن بكتير. فاحنا كنا شطار، كان عندنا تجارب ناجحه، كان عندنا شطار، ناس شطار في الاقتباس يعني او في التمصير، ازاي يقلبه يخليه مصري. ده مش موجود دلوقتي خالص. طيب حضرتك ممكن تشتغل في فيلم زي ده مش اللي بيتم تمصيره او بيتم مثلا معالجته عشان يناسب مجتمعنا، لا، الفيلم اللي هو بيتاخد كوبي زي ما حضرتك قلت، بيتاخد هو جاهز، فالمخرج بيروح يشوف متصور ازاي عشان بقول لحضرتك في التصوير بيحطوا الفيلم الاجنبي. حضرتك ممكن تعمل حاجه زي كده، بيحط الفيلم الاجنبي علشان المخرج يقول للمصور بص الفريم ده احنا عايزين. يعني مفيش اي ابداع، مفيش اي فكره. احنا بننقل بس. فده مش ده ما يطلعش فيلم كويس. فالورق دي مشاكله. انت ما لازم يعني في كتاب كويسين وفي ناس موجوده، انما الـ السوق بيفرض عليك نوع معين من الافلام دي اللي بتنتج. انما مش انما اكيد في كتاب، اكيد في كتاب كويسين، بس ما يقدروش، مش عارفين يعدوا، يمشوا مع السوق، لا مش عارفين يوصلوا حتى. انا في ناس بتكلمني ما تعرفش تليفون حد، وبيروحوا المكاتب يمشوهم حاجات كده. يعني بيلاقوا معامله، مواهب مش عارفه توصل، معامله قاسيه. طب اقرا وقول له حلو او وحش او كده. انما هي الفكره كلها ان انت نوع معين هو السائد، هو ده اللي المنتجين عايزينه، وكذلك الجمهور.